ناخذ توريا من القنيطره. اهلا وسهلا، صباح النور لتوريا، مرحبا. الله يبارك فيك، باش منيتي ان شاء الله؟ احنا وياك يا حبيبه. انت حبيبه عندك خيب بصدر الدجاج. اها، خيب بصدر ديال الدجاج. لا لا، المهم الخيب غديري كاس الحليب، كاس ديال الماء، نفس الكاس اللي غتعبري به، كاس ديال الماء، جوج كيسان ديال الطحين، ربعة المعالق ديال الزبده مذوبه، فرماجه مثلثه، جوج بيضات، ملحه وليبزار. ملحه وليبزار، قلت لك الملح وليبزار. صافي، ديري كل شيء في سميتو في مولينات، خلي كل شيء تطحن صافي وحطيه. غطيبيه عادي، كل سيده غتعرفش في المقله ديال البغرير. صافي، غتشدي لها الصدر ديال الدجاج، غتقطعيه قطعي صغير، زيدي معاه مليحه. الا كانت عندك الصوجه بلا ما ديري الملحه، عندهم الصوجه يديروها، الملحه، الثومه، جوج دريسات ديال الثومه محكوكين، شويه ديال التحميره، ثلاثه المعالق ديال الخل، شويه ديال الزعتر، وخليهم على الله يرقدوا. من بعد خذي حكي بصيله في مقله، شويه ديال الزيت البلديه، ديري فيها البصله محكوكه، تاع تشحر، عاد زيدي داك الدجاج. يمكن تضيفي نص كاس ديال الماء او ربع كاس غير باش يطيب لك داك الدجاج. صافي، منين لاله يطيب خليه حتى يبرد وزيدي فيه فرماج محكوك. صافي، ابخي خدي دوك الكريب اللي طيبتي، خدي وحده، ديري ديك لاصاص في الوسط ولويها على شكل رغيفه. صافي، حطيهم على جنب، اللي عندها اله ديال البانيني ديرهم فيها. اللي ما عندهاش غتشد مقله دير فيها شويه ديال الزيت البلديه. اولا الروميه اللي بغات، وتطيب بحال اللي غيتقلاو يتحمروا فيها. نعم، غير شويه، هما كيجيو، انا نصيحه ديال الطنيني كيجيو فنين. نعم، غادي يجيو احسن، غيجيو مقرمشين. والله الا كنديرهم فنين. تبارك الله عليك، غادي نجربوا هذه الوصفه. تبارك الله عليك، شكرا لك، وتحيه لكل متتبعينا بمدينة الدار البيضاء، وكذلك كل الناس اللي كيتواصلوا معنا.